السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في حلقه جديده من برنامج اسرار الحياه. طبعا كلنا بنتمنى يكون شقتنا وديكور بيتنا مختلف عن اي ديكور تاني، اننا كلنا بنفتخر بمعنى اصح بمملكتنا وهو بيتنا. بس قبل موضوع حلقتي خلينا ارحب بزميلتي استاذه هند شاهين. صباح الخير استاذه. صباح الفل، صباح الورد. كلميني بقى عن حلقه النهارده. طبعا اصبح الاول على الساده المشاهدين. صباح الفل، صباح الورد على الساده المشاهدين، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. طبعا احنا زي ما عودناكم في اسرار الحياه بنكشف سر من اسرار الضيف اللي معانا، وزي ما عودناكم ان احنا مش في اسرار الحياه اي حد ممكن نجيبه ونطلعه ويتكلم عن حاجه احنا مش واثقين فيها 100%. النهارده هنتكلم عن الديكورات وتشطيبات الشقق. طبعا اي عريس او عروسه او اي اسره عندها شقه بتخاف جدا من ناحيه ان انا اشطب ازاي شقتي او اعمل لها الديكور المناسب. بنبقى قلقانين من الموضوع ده، لكن النهارده احنا معانا شركه من اكبر شركات الديكور على المحافظه كلها، شركه الخليلي، هيكلمنا ازاي ان احنا هنشطب شقتنا وهنعمل منها ديكورات كويسه وباقل التكاليف. بمعنى ان احنا النهارده عندنا مفاجآت كتيره للشباب والمقبل على الزواج، وكمان مش الشباب بقى، لاي اسره بتحب ان هي تغير ديكور شقتها. معانا ومعاكم النهارده شركه الخليلي، بطبعا القائد بتاعها استاذ كريم. اهلا وسهلا استاذ كريم. اهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك استاذ، الله يخليك. استاذ كريم قبل ما نبدا اي حاجه عايزين نتعرف نفسك للساده المشاهدين وشركه حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. كريم احمد، محافظه بني سويف، 29 سنه. بدات المجال دوت من صغري، ابا عن جدا في المجال ده. عامه بدات تاسيس الشركه من 2016. يعني مش دراسه يا استاذ كريم؟ لا مش دراسه، بس من صغرنا واحنا ماسكين في شغل الدهانات، ابا عن جدا في المجال. فكنت ببقى حريص ان انا اتعلم كل ثغره واتعلم من المهندسين نفسهم ازاي بيستلموا من العمال. لما كنا بناخد شغل حكومه ومدارس ومستشفيات وهكذا، كان الواحد كان بيتعلم منهم بالظبط ازاي يقدر يستلم شقه، ازاي كل حاجه صغيره وكبيره اقدر ان انا افتح عيني فيها بالظبط، بحيث ان انا فيما بعد ما افضلش واقف في مكاني، لا ابقى حاجه اكبر. وهكذا. بس ساعات يا استاذ كريم الخبره بتبقى احسن من الدراسه بكتير. لما يكون الانسان عنده خبره من شغله. كل حاجه دلوقتي يا هند معتمده على الخبره. ده حقيقي فعلا. مش بالشهاده احسن. ده حقيقي. ساعات يكون في ناس خريجين فعلا اساس ديكورات وحاجات دي، بس مش هيقدروا يخرجوا الشغل اللي حضرتك عامله. بالظبط. يعني كمان يعني بفضل الله، يعني احنا من الناس اللي لحد الان كمان بيجي لنا مهندسين بيبقوا لسه خريجين التخرج، تمام، بيتعلموا مننا بحكم خبرتنا، وكنا بنشوف كل ثغره كبيره وصغيره في قلب المكان، فبالتالي بنطبقها في الموقع الحالي لما بناخده مثلا من على الطوب الاحمر، سواء مثلا المونتال ايا كان هو. فالحمد لله عرفنا الكلام ده وبقينا بنطبقه في شغلنا. معلش برضو، يعني حضرتك بتاخد الشقه على الطوب الاحمر؟ طبعا من على الطوب الاحمر. تشطيب نور كهرباء كل شيء تشطيب من البدايه، لانها من الالف للياء بمعنى صح. يعني بتسلمها لها على المفتاح بمعنى صح. بمعنى صح. جميل، ممتاز. طيب دلوقتي عايز اعرف ازاي اصحاب المنازل ممكن يحددوا الطراز المناسب للمنزل بتاعهم؟ اولا طبعا من خلال البادجات بتاعتنا، طبعا هم بيتابعونا من خلال الصور والفيديوهات اللي بنصورها بصوره طبيعيه حقيقه، انا شخصيا ببقى ظاهر فيها بشرح معاكم كتالوجات وكده بالظبط كده. وكمان يعني مؤخرا الحمد لله ربنا كرمني بناس من خارج مصر، خليتهم يجيبوا لي كتالوجات عالميه في الديزاينات والاشكال وكل حاجه، بحيث ان لما اخش عند العميل لا انا شامل كل حاجه معايا، ما اخشش عنده الا لما اكون عامل له اللي في باله او اللي بيفكر فيه وازيد كمان. تمام. يعني مش مجرد انت بتاخد الشقه على المفتاح ويلا انا هعمل لك اللي يناسب وخلاص، لا ده انت كمان بتوري له الديكور اللي هو كتالوجات على الطراز الاوروبي والايطالي كمان، يعني ما شاء الله هناك بتبقى اصول. طب اقطع حضرتك بس، معانا اتصال استاذ محمد. اتفضل يا فندم. الو، هو من الامارات على المطار؟ من الامارات. الو الو، السلام عليكم استاذ محمد. ايوه استاذ، ازيك يا استاذ محمد؟ الحمد لله، صباح الفل عليكم. اهلا بيك يا استاذ محمد، الله يخليك، نورت اسرار الحياه. الله يخليك، والله يخليك، منوره بيكم والله. ربنا يخليك يا استاذ محمد، الله يخليك. اتفضل يا فندم، عايزين نعرف راي حضرتك في الشغل. يستاهل كل خير والله. الله يخليك. يعني امانه الراجل ده امين ومحترم بشكل انا ما شفتوش. ربنا يعزك يا رب يا استاذ محمد، الله يخليك. لا والله، ولو بس بعد اذنكم الوقت يسمح، يعني انا اول معرفتي باستاذ كريم اصلا كنت انا بره مصر، انا لحد دلوقتي بره مصر. تمام. ومراتي في مصر حامل، مش حامل اي تعب. ربنا يقومها بالسلامه يا رب. ربنا يقومها يا رب بالسلامه. الله يخليك. الراجل ده يعني كان واقف في المكان بيعمل كل كبيره وصغيره جوه الشقه وبره الشقه بكل امانه وضمير، زي ما انا موجود وحدك كمان يعني.
ربنا يعزك يا رب يا استاذ محمد. وشغله بصراحه يعني شغله دي يعني مفروغ منها، شغله وامانته وضميره وشطارته دي مفروغ منها، دي ما فيهاش كلام. الحمد لله. اشكرك ميرسي لذوقك يا استاذ محمد، الله يخليك. زي ما انت هتقولي او زي ما انت عايزه هو بيعمل واحسن، سواء في حاجته او في حاجه ثانيه. تسلم. يعني حتى لو حاجه مش بتاعته هو هيعمل زي ما انت عايزه. تمام، اكن الحاجه حاجته اصلا. اكثر من حاجته كمان والله، اكثر من حاجته حتى بره المكان يعني. كان بيعمل حاجات حتى بصراحه يعني ما تتحكيش يعني. ربنا يخليك يا استاذ محمد، ما تحرمش من ذوقك يا رب، الله يخليك. حاجه عنده ان حاجه تطلع في الاخر زي الفل وتعجب الناس. الحمد لله. دي اهم حاجه عنده بصراحه. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. تشرفنا بحضرتك يا استاذنا. الف شكر يا استاذ محمد. تشرفنا بحضرتك يا فندم. استاذ كريم، انا لو عندي شقه او غرفه ضيقه ازاي اخليها واسعه؟ بالديكور بتاعي. بنقابل كتير طبعا من الاماكن اللي زي ديت بتبقى مثلا يعني في المباني نفسها بتبقى عيب مباني او مسلحات، بيبقى السقف بيبقى واطي. طبعا الحاجات ديت بنحاول على قد ما بنقدر. الجبسن بورد طبعا بيبقى روعه في كل اشكاله وفي رسوماته، بيدينا يعني ما شاء الله يعني وسع جامد جدا. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نفتح في الالوان في الدهانات، ان هي مشكلتك عشان خاطر تعالجي الضيق من المكان نفسه. الالوان نفسها. تمام. الصور بتترد على الشاشه. بس فبالتالي الالوان هي اللي لازم تتنسق. الرسومات كمان بتاع الورق الحائط مثلا او الجبسن بورد ما يكونش ساقط زياده عن اللازم، لان انا عندي المساحه مقتوله جدا زياده عن اللازم. ايوه. فانا لازم لما اجي اعمل حاجه زي كده الواني انسقهم من الاول خالص. تمام، طبعا مع الاتفاق مع العميل. تمام، لان طبعا ما ينفعش يختار لون غامق زياده عن اللازم. هقول له طبعا المكان هيضيق جدا وهيبقى مجروح زياده عن اللازم، فمش هينفع وهتضيق خالص بيه. فبنفضل لحد ما بنوصل لحاجه مناسبه ان شاء الله في الالوان وتبقى تمام يعني. تمام. الحاجات اللي حضرتك بتقولها دي بجد بتنفع ان هي توسع المكان؟ يعني اللي يدخل يشوفها مثلا على انها اوسع من اللي موجود؟ بالظبط، مثلا زي الكافيهات الفاتحه، الاوف وايت، كل الاماكن ديت بتحسي يعني نعرف ان هي الابيض ده جميله جدا. بتوسع في المكان، حتى لو مثلا يعني فيها اضاءه لمبه واحده او كشاف واحد، لا بتوسع معاك المكان جدا وبيبقى تحفه. تمام. استاذ كريم، هو حضرتك مين اللي عرض عليك تشتغل في المجال ده؟ هو عامه يعني زي ما قلت لحضرتك سابقا انها أبان عن جدا. يعني والدك اللي قال لك تعالى اشتغل معايا، ولا حضرتك من يعني من نفسك كده؟ لا انا من نفسي. كنت حاببها فما حبيتش ان انا افضل في مكاني. طب احنا ما نتصل استاذ صبري. الو الو انا يا فندم، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا استاذه ايه؟ الحمد لله، اهلا وسهلا بيك في اسرار الحياه. اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذه هاني؟ الحمد لله، منورانا استاذ سمر. ربنا يخليك يا ربنا يخليك، انا معجبه بيكوا قوي. ربنا يخليك يا حبيبتي، متشكرين جدا لذوقك. ازيك يا باشمهندس كريم؟ اهلا بحضرتك يا مدام سهر، ازي حضرتك عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الله يخليك، تسلمي لي. الحمد لله. الحمد لله تمام، الله يخليك. كلمينا بقى عن الشغل استاذ كريم. انا عايزه اقول لك ان هو يعني صراحه ربنا يعني حد محترم قوي، هو والناس اللي معاه. تمام. وعايزه اقول لك يعني ان هو الو. ايوه استاذه، ما حضرتك لا الصوت مش واضح، ممكن وطي يعني وطي التلفزيون عشان تسمعينا اكتر يعني. لا انا موطي التلفزيون خالص. تمام، احنا كده سامعينك. سامعانا؟ اتفضلي يا حبيبتي. عايزه اقول لحضرتك ان هو باشمهندس شاطر قوي. تمام. الو. ايوه يا فندم، سامعينك. سامعاني حضرتك؟ ايوه سامعينك، اتفضلي حبيبتي. طب حضرتك هو كان ماسك لي الشقه كلها على الصوت الاحمر. تمام. وسلمها لي كلها على المفتاح. تمام يا فندم، وفر عليكي مجهود كبير. اه طبعا، وذوقه حلو جدا على فكره، وامين جدا كمان. طيب دي شهاده يعني نعتز بيها، والساده المشاهدين اهو معانا الاماله والاحترام كله. ربنا يخليكي يا مدام سهر. اه وحد امين جدا جدا، ربنا يبارك له يا رب ويديله الصحه يا رب. يا رب. شاكرين لذوقك جدا يا فندم. تشرفنا بحضرتك يا فندم. استاذ كريم، نرجع تاني، المراحل اللي بتتعمل حضرتك عشان يطلع الديكور بالشكل الجميل اللي بتعمله ده؟ الديزاينات عامه انا بيبقى في عندي حاجات اساسيه. اول بس نعرف يعني نقطه نقطه، مرحله ايه بتبدا فيها كده يعني؟ حاضر، هبداها لك. عامه اول ما بندخل الشقه من على الطوب الاحمر، تمام، بنعمل مقايسه الاول 2D، ثم بعدين بنمضي العقد، وبعدين بنعمل 3D. اهم نقطه يعني ببقى حريص ان انا امشي عليها في شغلي عامه، ان انا ادور على حاجه تكون شكلها جميل وفي نفس الوقت ما تكونش مكلفه. لان طبعا احنا عارفين الاسعار اليومين دولت حاجه مهوله جدا. أكيد كمان طبعا. يعني لو عريس او عروسه مثلا بيجهز نفسهم ان احنا بنشوف الحاجه بعينينا. دي من الحاجات اللي انا بحبها. برضه وقت حضرتك بمناسبه العريس والعروسه، في تقسيط ليهم ولا هي ديت حاليا ان شاء الله في بدايه السنه الجديده هتكون متاحه؟
طب دي مفاجأة بقى حلوة للشباب. إن شاء الله في بداية السنة الجديدة بإذن الله هتكون متاحة، وإن شاء الله فرعنا في القاهرة، وإن شاء الله كمان هبدأ أفتح عقودات في الإسكندرية والمنوفية إن شاء الله على بداية السنة الجديدة، لأن شغلنا حاليا في القاهرة وإبلي وبحري، بس المناطق التانية ديت محتاجة فيها مكتب ومحتاجة مهندسين كمان يشتغلوا معايا يكونوا من قلب البلد نفسها، سواء الإسكندرية مثلا أو المنوفية، بحيث إن أنا طبعا أوفر وقت وجهد من المهندس اللي يسافر من هنا أو من مشرف عشان خاطر يتابع شغلي هناك. لا، لازم يكون من قلب المحافظة نفسها والناس تكون متدربة على كفاءة. أيوة. عشان برضو المواصلات ما تكونش صعبة عليهم. بالظبط كده، وبرضو في نفس الوقت هيكون مقيم في البلد بتاعته. تمام. بس. حلو جدا ان حضرتك تبقى في جميع المحافظات. بالظبط كده يعني. ان شاء الله. طب معانا اتصال تاني، اتصالات كتير قوي النهارده. الو. تصدقوا وصلت معانا. الو. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيك، ازاي؟ الحمد لله، اهلا وسهلا. معاكي يا استاذه، بس انت بس علي صوتك شويه معلش. ايوه كده كويس؟ تمام يا استاذه، مع حضرتك. استاذ كريم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك مدام بسنت، الله يخليك. انا بس حابه اشكر حضرتك، انا كنت متابعينك فتره كبيره. اهلا بيك. وبعد كده قررت يعني اعمل لي شغل، يعني مسكت الشركه يعني وخلصت لي كل التسويق بتاعتها. بس انا عايزه اقول للاستاذه هاني بجد يعني ربنا يبارك له. تسلمي لي، ربنا يعزك يا رب مدام بسنت، الله يخليك. لا بجد يعني الوقت والسرعة اللي انت عملتلي فيها الشغل. ما احنا لسه هنتكلم الموضوع ده. اقل كمان من اللي اتفقنا عليه فعلا. اقل بكتير. انا اصلا وكمان ما فرقتش ان انا اخد شغلي مثلا اقل من انا عايزة، لا ده كان احسن بكتير. الحاجة يعني اللي انا كنت بطلبها، لا بحس ان عاديات ممكن تكون اوفر شوية، لو انت عندك حاجة تديكي نفس الافكت نفس الشكل بس بقلل التكليف كمان. بيبسط الشغل، بيبسط الشغل مش بيعقده يا استاذه. بالظبط، وقلبه على العميل يعني. لا انت ليه التكاليف ديت، ممكن انا اعمل لك حاجه باقل. تمام. تديكي نفس الشكل. تمام. انت فاهماني؟ فبصراحه يعني ربنا يبارك له يا رب. الله يخليك يا مدام سانتا. الله، مش اول تعامل. الله يخليك، ما تكونش مزوقه يا مدام سانتا. ان شاء الله. تشرفنا بيك يا استاذ. نرجع تاني للمراحل اللي احنا عملناها. مراحل الديكور طبعا زي ما اتفقنا، طبعا ان احنا يعني بنحاول ان احنا نلم على قد ما نقدر، بحيث مثلا ان تكون الدنيا ملمومه معايا. واول حاجه بحب ان انا اعملها دايما في شغلي ان انا انزل اعمل بلوك لنفسي في السوق بكل الاسعار. من اول الرمل للاسمنت، سيراميك، غيره وغيره، كل الحاجات دي اعمل بلوك لنفسي، بحيث ان انا لما ادي سعر للعميل يبقى قد كلمتك، يبقى قد كلمتي، لا يزيد عنه، واحمله مسؤوليه بعد كده، انه طبعا مش هيتحمل مسؤوليه، بل بالعكس هيحملني انا المسؤوليه. طبعا. تمام. لان طبعا يعني لازم تبقى عامل بلوك لنفسك بكل كبيره وصغيره في قلب السوق، بقلب السوق. بس فبالتالي طبعا دي حاجه. الحاجه الثانيه يعني مثلا لو عميل النهارده عايز يعمل السقف بتاعه مثلا خشب، تمام، على مثلا اشكال جبسون بورد او كلام من ده. تمام. طب الخشب بيكون مكلف، فبالتالي بنعمل ايه؟ مكلف جدا الخشب. الجبسن بورد بيطلع منه اشكال روعه وحاجات بصراحه بتبقى تحفه جدا. بنعمل مثلا بنجيب الجبسن بورد في نفس الوقت بتكون حاجه عمليه وكويسه، طبعا في منه انواع كتير. تمام. بنجيب منه الجبسن بورد وبعد كده بنطلع له ملمس الخشب اللي هو عايزه بعد ما بيتمعجن وبيتدهن، بنطليه بورق حائط شبه الخشب بالظبط. اكيد. يبقى اللي يشوفه لا فعلا ده ما يقولش عليه جبسن بورد ابدا خالص ده يقول ده خشب. طيب ده حاجه كويسه جدا. الحمد لله ديت مثلا ممكن يعني تكون بيوفر كتير. بالظبط، انا لسه اقول لحضرتك ممكن تكون يعني بتوفر معايا نص التكلفه. جميل. نص تكلفه الخشب بدهانه بالاسطر بتاعه او الدهانات الكامله المتكامله فيه. تمام. بجمعها في حاجتين بس. تمام. طب حلو جدا. وبكسيب في الاخر بورحات، وهو كده كده عامه بعيد عن اي ملطش ايد. موجود في السقف وحاجه عمليه ومحترمه وكويسه جدا. طيب كانت الاستاذه كانت بتتكلم على موضوع الوقت. طبعا من الحاجات اللي اي عريس او عروسه او حتى ربه منزل بتخاف منها جدا مشكله الوقت. بالظبط، ومع الصناعيه وكده جدا، لان في صناعيه بيعملوا جدا فعلا، في بيعملوا الشغل ويقعدوا باليومين ثلاثه ما يجوش الا لما يجوا مثلا الاسبوع الجاي، معلش حصلت لنا ظروف. انا عايز اعرف الوقت بالنسبه لحضرتك ازاي بقى. الوقت بالنسبه لحضرتك يعني من اول مثلا ما ببدا من على الطوب الاحمر مثلا، لو نفترض انها شقه مثلا 120 متر. تمام. دي اقصى حاجه معايا فيها شهر و10 ايام. حلو جدا. ممتاز. شهر و10 ايام، احنا بيقعدوا بالست شهور. معايا تيم صنايعيه كامل متكامل من جميع المعمار، ومثلا يعني لو مبلط او نقاش او سباك او ايا كان، مش فرد بالمجموعه بتاعته، لا ده كذا صنايعي. حلو. في جميع مثلا المواقع اللي انا مثلا واخدها. تمام. بحيث ان انا ما اوقفش او اتزنق في مكان، واحد عنده ظروف التاني مكانه ينزل.
دايركت على طول. حلو جدا يعني في بدايل على طول. الناس شغاله معانا. الفريق بيتكون من العدد بتاع الفريق كام؟ عدد الفريق اللي شغالين معايا حاليا الحمد لله 16. لا الفكره اللي بيروحوا للمكان عشان يعملوا، لان في ناس ما بتحبش كتير. اللي بيروحوا للمكان يعملوا، انا بحاول ان انا انسق كل حاجه في مكانها. مبدئيا مثلا ببدا الاول بالتعديلات المعماريه، سواء مثلا عايزين نعمل مثلا كيتشن امريكان او كل الكلام دوت، بنبدا بالتعديلات المعماريه الاول، تاسيس الكهرباء والسباكه والعزل للحمامات والمطابخ والاسطح. طبعا دي حاجات اساسيه ولازم نعملها تحت الاختبار ده برضو، بحيث ان السيراميك بعد كده ما يتاثرش ويقع فيما بعد. بس طبعا اكيد اي مشروع، اي حاجه بتحصل بيبقى فيه مشاكل. أكيد. اي مشروع بيبقى فيه مشاكل، ما بتبقاش الحياه وردي كده من اول مره وكده. اكيد في عقوبات وصعوبات واجهت حضرتك في المشروع بتاع حضرتك، كلمنا كده يا اطرف مشكله حصلت. والله هي حاجات كتيره جدا بتحصل، بس الحمد لله ان انا واخد عليها من صغري، ان انا كنت بشوفها وانا لسه صغير مش متحمل مسؤوليه. فبالتالي كنت ببص عليها واتعلم فيما بعد. تعلم الخبره الكبيره بيعمل بالظبط. كانت بتحصل مثلا مع والدي ربنا يديله الصحه طبعا، يعني كانت بتحصل معاه مثلا زي مثلا المشاكل مع التسليم، الضغط بتاعهم بيبقى عامل ازاي زياده عن اللازم. فكانت بصراحه كان الواحد بيتعلم ان هو يكون صبور جدا زياده عن اللازم. تمام. معنى انك انت مثلا يبقى خلقك ضيق او ما تستحملش معاه التسليم او صنايعي اخر وبتاع، انت كده بتضيع حقك وبتضيع الشغل كله منك. لازم يبقى بالك طويل جدا زياده عن اللازم، تتعامل مع الصنايعيه لانك بتكبر بيهم. اكيد بتكبر. بتشتغل بايدك اكيد. بشتغل بايدك. كذا صوره لحضرتك كده في الدهانات وفي كل حاجه. الحمد لله كل ده اكتسبته. بتنزل معاهم وبتشتغلوا كل معهم حاجه. وبشتغل وبشرف عليهم. مجرد القائد بتاعهم. حتى لا. المهندسين كمان اللي هم شغالين معايا حاليا لا يعني بيبقوا مستغربين من حاجه زي كده، بشغلهم معايا. مش مهم، المهم عندي انك انت تكتسب خبره، مش انك انت تيجي تمشي لي شغلانه وخلاص. ربنا يكرمك انت كمان فيما بعد وتفتح لك مكتب واثنين وثلاثه وشركه واثنين، ما يضرش. اكيد. بس استاذ كريم الاسعار بتختلف من شقه لشقه ولا من محافظه لمحافظه؟ من محافظه لمحافظه تختلف. من محافظه طبعا زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان انا ان شاء الله يعني هسعر او هوحد الاسعار بتاعتي كامله باذن الله لما افتح مكتب تاني في الاسكندريه والمنوفيه ان شاء الله، وفي الصعيد ابتداء من بعد بني سويف اللي هي بلدي ان شاء الله. هبدا باذن الله اوحد الاسعار طبعا لما اعين ناس يكونوا من قلب المحافظه نفسها اللي يمسكوا لي باذن الله شغل هناك. والاسعار بقى بتبقى مقاوله مثلا ولا حضرتك بيبقى بالمتر؟ ديت بتبقى بالمتر المسطح المربع كله للشقه طول في عرض. لكن مثلاً انت ما بتدخلش مثلا على الشقه لا دي هتتكلف كذا هاخد كذا، لا. لكن لا بالمتر. ده بالمتر بيبقى حاجه صوره واقعيه قدامي في قلب الواقع، تقاس كلها مثلا وليكن طلعت 100 متر يبقى 100 متر مثلا في المبلغ اللي هو مثلا اللي احنا قلناه. تمام. ده بقى بيبقى شامل كل حاجه من البدايه للنهايه. وبيبقى لينا طبعا مقايسات على الورق وكل حاجه. تمام. هنعمل لحضرتك كذا 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 كذا، في بنود هنمشي عليها وانواع كذا على حسب الباقه اللي حضرتك اخترتها. تمام. طبعا بيبقى في ثلاث باقات، باقه متوسطه فوق متوسطه وسوبر الترا في اي بي. بس فبالتالي طبعا بيختار اللي هو عايزه العميل واحنا بننفذ له اللي هو محتاجه. الاسعار متاحه لاي حد ممكن يعايز طبعا حاجة. على ارقام التليفون او على البادج طبعا موجود طبعا على الشاشه، وانا الحمد لله انا شخصيا برد على الناس يعني في كل التليفونات وفي كل الاستفسارات. جميل. طب برضو عايزين نفهم يعني اتكلمنا عن الشركة اكتر. والله الحمد لله يعني طبعا بشكركم الاول طبعا ان انا وصلت المكان زي ده، وبشكر العملاء بتوعي الحمد لله. الله يخليك تسلمي يا رب. ان الناس كمان يعني بفضل ربنا هم اللي وصلوني المكان زي ده. وحاجات جميلة يعني بتحصل كتير هي اللي بتخلينا يعني دايما نبقى في تقدم وتقدم وتقدم اكتر. اكيد طبعا. شركة حضرتك نشأت من سنة كام؟ 2016 بدأت ان انا اجامل امارس المجال ده. جميل جميل. يعني في الاول كنت مثلا كنت متخصص في الدهانات اللي هي شغلانه اهلي اصلا ابا عن جدا. فطبعا زي ما قلت لحضرتك ما حبيتش ان انا اقف في نفس المكان. لا مدن من نفسك، انت مكتسب حاجات كتير ليه ما تطلعهاش؟ طلعها ومارسها، هتغلط مره واثنين وثلاثه، كلنا بنتعلم وكلنا بنشوف الاخطاء. هو الاخطاء مش عيب، اهم حاجه نتعلم منها. اكيد بالظبط كده فعلا. فالحمد لله بنستفاد وبنفيد غيرنا كمان باللي احنا بنستفاد بيه، عمرنا ما بنبخل على حد باي حاجه خالص يعني. اكيد الكيان ده انت تعبت فيه اكيد كده عشان تكبره تعبت فيه جدا يعني، مع مش عشان حضرتك واخد الخبره لا خلاص انا اطلع بقى على مثلا ايه على شركه بابا او كده. لا ده انت بالظبط مؤسسا من صغري الحمد لله، واخدين على الشقه والتعب لذلك بنلاقي الحمد لله فلاقين الحمد لله، وربنا يديمها ان شاء الله. هي في جمله كده بتقول حلاوتها في شقاها. بالظبط. اولاد البلد فاهمين الكلمه دي قوي، حلاوتها في شقاها. حقيقي فعلا. الحمد لله الحمد لله ربنا. طب يعني انا شايفه شغل حضرتك جميل جدا. الله يخليك. الوقت اللي بتاخده قد ايه يعني؟
تخلص كل ده في قد ايه برضو؟ على حسب المساحه اللي بتجي لي، مثلا وليكن مثلا شقه بنقول مثلا 120 متر، اقصاها شهر و10 ايام، لازم بدي لنفسي للعميل مده ازيد. تمام. وارد ان تحصل اي عقبه في وسط الشغل، وارد ان تحصل اي حاجه، تمام، فانا بدي له مده ازيد بحيث ان انا لما اجي اسلمه يكون اقل من الوقت اللي انا اتفقت معاه عليه ومضينا عليه في العقد. طب ماشي، انا عشان اشتغل مع حضرتك ايه الضمان ان حضرتك تطلع لي الشغل زي اللي انا شفته؟ يعني طبعا زي اللي انا شفته من خلال البادجات طبعا بتبقى موجوده، والناس بتشوف. انا شفت البادج، بس ايه اللي يضمن ان انت تطلع لي حاجه زي كده؟ الصور بتاعتنا اللي هي شخصيا. ان احنا طبعا لما بطلع في لايفات او في فيديوهات وبتاع ببقى طالع من قلب الموقع نفسه. انا اللي بتكلم، انا اللي بشرح كل كبيره وصغيره في قلب المكان نفسه. تمام. الخامات والماتيريال والادوات اللي حضرتك بتشتغل بيها، طبعا من ساعه ما اعتمدت على نفسك في المجال ده اكيد مر عليه خامات وماتيريال، وفي حاجات عجبتك وفي حاجات ما عجبتكش. بالزبط. وفي حاجات يعني قلت لا انا ما بحبش اغش العميل بتاعي. في بقى شركات انت اتعاملتي معاهم كخامات وماتيريال موثوق منها، لان طبعا الحاجات دي بتبقى في وش حضرتك. أكيد. ما أيوة ينفعش ان انا اجيب حاجات وبعد كده اللون يتغير ساعات او الحاجه تقع من السقف. بخصوص اللون، هو الميه تاثر على الديكور ولا ما بتاثرش؟ مش كل الانواع، في ديكورات بتكون ضعيفه في الثمن وفي الخامه بتاعتها، فلذلك بتتاثر من العوامل المطر والميه وكل يعني الكلام ده. يعني عندك المطبخ دايما معرض للميه وكده، لذلك طبعا بيبقى طبعا لو مثلا مطبخ امريكان او كده طبعا بيتعمل برخامه وكله بيبقى داير ما يدور سيراميك، فلازم طبعا بيبقى حاجه يعني زي ما هي معروفه بتمنعنا بعد كده من البهدله وكل الكلام ده، غير ان كمان بتبقى معزوله الارضيات، لا تضر الجار اللي تحت منك ولا تضر مثلا الجار اللي فوق منك ينضر. معزوله بانسومات وكل الكلام ده، بتبقى حاجه كويسه. مشاكل كبيره جدا. بالزبط. فعلا احنا واجهناها شخصيا، ان المطبخ بيبقى كويس جدا ومتقفل وسيراميك وتلاقيه الجار طالع. بالظبط. حاجه لا كده مثلا، لو كده مثلا يعني لا قدر الله بتلاقيه مثلا لو حاجه مشكله زي كده اضطر انك تكسري المطبخ كله او الحمام طبعا كله عشان تعالجي المشكله من الاساس. انا طبعا الحمد لله بعمل كل ده من الاساس بحيث ان انا يعني ابقى فرحه بعد كده، والحمد لله كل واحد بيعمل ضميره يعني في الاول وفي الاخر. الحمد لله. استاذ كريم طبعا احنا اتشرفنا بحضرتك دلوقتي. الله يخليك يا فندم، تسلمي. تحب تقول ايه يعني نصيحه للعملاء؟ يعني شكرا يعني يعني كفايه بجد يعني شهاده العملاء اللي هم كلموني دلوقتي. اكيد اكيد بجد يعني الواحد بيفتخر بيها وربنا يديمهم يا رب، واحنا دايما تحت الامر وتحت الاستفسار في اي وقت، طبعا ارقامنا موجوده على الشاشه. انا شخصيا اللي برد، تمام، ولو اي حد محتاج اي في اي وقت يعني. تشرف لي بحضرتك استاذ كريم. الشرف لي يا ربنا يخليك يا رب. طبعا احنا تشرفنا باستاذ كريم وتشرفنا طبعا بالحاجات الجميله والخامات والحاجات اللي حضرتك كلمتنا عليها. ربنا يعزك يا فندم، وان شاء الله نتمنى لقاءات اخرى مع استاذ كريم ان شاء الله. الله يخليك. طبعا في نهايه حلقتنا في عزاء واجب لضيف كان مشرفنا من كام شهر. العزاء الواجب ده من اسره اسرار الحياه، استاذ ايهاب كان من ونعمه الضيوف اللي جت عندنا هنا وشرفونا، من الناس المحترمه اللي اتعاملنا معاها، من الناس اللي كان عندها حماس ونشاط وكان نفسه ان هو يعمل حاجات وحاجات وحاجات كتيره. طبعا بنعزي لاسرته، بنعزي نفسينا، واي حد بيشوفنا دلوقتي احنا طالبين منكم بس نقول الله يرحمه. الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن مثواه الجنه ان شاء الله. الله يرحمه. انتظرونا في حلقه جديده من برنامج اسرار الحياه.